مكاتن للبرد. ليش أنا ما أخذ ملابس أبيعهن؟ ما عندي. إذا أنا مو راضي لعين ما أروح. هذا انقطع ملوحة والكوم. وأنا العقوم. مو منا من جوا يا أخي، منا من جوا عمي. حسبي الله ونعم الوكيل. عمي شغلونا رح نموت. عم الجوع مرمرنا الجوع، دعمنا الجوع. وين نروح نروح؟ يا حكومتنا العراقية باعوا 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 الناس دي يصير بيها. هذا الواقع اللي نقله لكم وتشوفون المأساة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ببرنامجنا برنامج أصداء الشارع لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي. اليوم بمنطقة حي الجهاد. ببداية الحلقة أنه أريد أشكر وزارة التربية ووزير التربية المحترم، وأكيد مديريات التربية، تربية الكرخ الثانية دكتور قيس الكلابي تعاونه مع قناة سامرة الفضائية، وتربية الكرخ الأولى بتعاونهم ويانا لتسهيل المناشدات اللي توصل إلى وزارة التربية. وأشكر المدير العام الست هديل اسكندر وقسم الإعلام أستاذ أحمد العبيدي بوزارة التربية لتعاونهم معايا أثناء البرنامج وتسهيل المهمات والمناشدات اللي توصل إلى وزارة التربية. أنا دائما أقول ببرنامجي أي وزارة تتعاون وياي بأثناء البرنامج وتلبي المناشدات، شكر وتقدير لهم أنه هالمناشدات توصل بصدق وأمانة وتقدير. طبعا مشاهدين الكرام، مثل ما تشوفون احنا اليوم ننقل لكم الواقع اللي موجود بالشارع العراقي، واحنا ما نتمنى قضية، حق الرد مكفول والمواطن مسؤول على كل كلمة يقولها. احنا اليوم ننقل معاناة الناس وننقل القضايا اللي موجودة بالشارع العراقي. ومثل ما تعرفون احنا اليوم بداخل هذا السوق، سوق حي الجهاد، واكيد منطقة حي الجهاد المناطق الشعبية اللي موجودة. عليكم السلام. انا اخويا يداوم بالحشد، مرتين مصوب داعش، تمام، راح لبغداد جديدة يم ولد، فاجا واحد كتله بمسدس، فيعني شكل لك تصوير موجود، لا ملثم هذاك الكتال، لا شو اسمه، بس يعني اريد حتى لو حصل عزيز ناصر، يعني اريد فد شيء يوصلني، لا 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 فلوس، ما تصير الا فلوس. شنو اللي تريده على كيفك؟ وحده وحده. اريد كتاله اخوي، تصوير موجود، يعني انا طبيت على الفيس هذا الباق 100 مليون بدراجه الملثم جابوه، ليش اخوي؟ موجود تصوير واضح، كل شيء واضح، ورقم واضح، كل شيء واضح، يعني ما يجيبونه، ليش اخوي ما يجيبونه كتاله؟ زين. زين اريد مجرد يعني مو هي الشغلات باع، اكو شيء طلبوا من يمي فلوس، بس ما اقدر اقوله، لان اذا اقوله هسه راح اطب انا هم للسجن. زين انت بعد ما قلت له واخوك، ايه قمتوا دعوه؟ قمنا دعوه ورحنا للقاضي ومشينا بالدعوه. وصورته واضحه والتصوير واضح وهاي كل شيء واضح. زين شنو الاجراء صار وراها؟ وراها ما يعني شلون اقول لك؟ ما ادري، كنا يم ابوي، بس ابوي يعني نروح للقاضي يقول له ما يخالف وهاي مشي له. زين اريد يعني مثلا مو هي صارت الا الاعلام يلا يجيبون كتال، ماكو ذا مو اعلام ميد، لازم تعطي فلوس، اقل شيء راد لك اربع دفاتر، محامي يقول اعطيني اربع دفاتر اجيب لك كتال. زين اي زين انا منين اي والله منين اجيب لك 100 مليون منين اجيب لك اياها؟ منين فهمني؟ اعطيني حل. انا اخويا مرتين مصوب داعش، مش مرتين مصوب، ولا فد يوم بقنا ولا فد يوم سوينا شيء، احنا سبع اخوان، لا فد يوم سوينا مشكله ولا فد يوم عد المنطقه تفتر علينا كلها تحبنا، بس انا اريد بس كتال اخويا. صار لك هذا الحادث؟ صار لك قد؟ راح يصير سنه، هو هذا الشهر راح يصير السنه الثانيه. قبل سنتين. ايه هذا الشهر راح يصير السنه. واي سنتين ما اخذكم حقكم. ماكو كل شيء، ولا واحد قال لنا شو اسمه، ولا قال لنا ايش، تصوير واضح المشكله، يعني التصوير تبي ايش رادوا علي ب 17 ورقه جبت لي اياها ببلاش. ما اريد اقول اسمه ولا اريد احكي منه وقيس، فريد يعني مثلا يقولون عزيز ناصر اذا لما يطلعك وياي عزيز ناصر ما يقصر. زين اي واحد يعني اريد اطلع مجرد
يعني فصل لي يعني حرام ما ظلم يعني يروح. هسه انت اما شيء تناشد واما شيء تروح. اريد واحد يقول لي يلا امشي هيك يعني يقول لي هذا كتال اخوك بس هاي اللي اريدها هذا كتال مو طب للسجن. هسه لا اريد من عنده فصل ولا اريد طب للسجن. معقوله يعني كل هذا وما طاب للسجن؟ لا لا تصوير تصوير واضح كل شيء واضح يعني هو هذا الباق بغداد جديده بالامين الثانيه زين عايش شارع منطقه كامله كلها تصوير زين زين. والمشكله الصوت يعني شلون اخويا ضرب علي طلقتين اخويا ظل يركض وراه اخويا ما يخاف ظل يركض وراه مسافه شلون اقول لك مسافه شارعين هيك يركض وراه شارع كامل كله كاميرات زين هذا كله تصوير كاميرات شارع كامل يعطيني ضابط يعطيني تصوير ما ظهر تصوير ما مبين تصويرات ما مبينه يعطيني اياها كل هذا ليش؟ هو يعني حرام والله الحرام زين. واحنا تسال عنا بالمنطقه لا نبوك لا عندنا مشاكل زين. انا عمري 28 سنه روح اسال عليه بالمنطقه اذا فد يوم مسوي لي مشكله صغيره انا عركه بالشارع عركه ما مسوي ليش؟ وما واحنا سبع اخوان داومنا بالحشد انا داومت ويا كل الواد داومت زين. وبالاخير هذا اذا بس مجرد يطلع له واحد يقول ها امشي امشي لك بدعوتك الا فلوس يلا تمشي دعوتي. انت ناشد عقيد عزيز ناصر اي يطلع بالتصوير ان شاء الله مناشدتك توصل انا اتصلت علي هسه ايه. لكن جوز طالع واجب او عنده شغل والرجل هو ما يقصر وتعرف مسؤولياته هو انا دورت عليه ما حصلته والله. احنا نوصل مناشدتك شو اسمك انت؟ صادق صادق 0780939736601 ان شاء الله مناشدتك زين. احنا بيتنا حي جهاد بال2000 بس قولوا لهم بيت ابو حامد الاسدي يعرفوننا كلنا زين. هاي حبيبي حم الله والديك الله يخليك الله حياك الله. السلام عليكم حجي. ها طبعا ها حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام. نريد الناشد على التعيينات احنا الشباب. اي والله قدمنا وماكو كل شيء. انا 20 سنه ايه خريج شنو؟ متوسط وهسه سادس بس بعدنا ما متخرج. متوسط؟ ايه. ايه وهسه بعد السادس ما متخرج قدمت على دورة تعيين. هسه قدمت على المفوضية. ايه. على مال عقود. كلها حتى على البلدية قدمت كل شيء ماكو. حتى على البلدية؟ كلها. كل شيء ما حصلنا. كل شيء ما حصلنا، كلها واسطات وفلوس. ايه. وهاي ضالين تكاتي. ما عندك يعني؟ اكو عالم تطلب. بس ماكو نتيجة. ايه قلت. لك اكو طلبوا وطلبوا من يعني. ايه. بس ماكو نتيجه يعني. اعطينا مقدمه عدانا الله كريم. ان شاء الله. ان شاء الله. الله وعد. شكرا لك. شكرا لك. طبعا احنا مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا وياكم مستمرين ببرنامجنا واكيد لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي مثل ما تشوفون. هذا هو سوق حجي. السلام عليكم حجي. شلون الصحه؟ شلون الاخبار؟ ان شاء الله زين. الله يسلمك. شلون السوق حجي؟ نوبة في النوب ماكو ايش يسوي؟ وياها وياها. انت وين ساكن حجي؟ انا بالجهاد جوا. وين؟ جوا بالجهاد. جوا شلون حي الجهاد كخدمات؟ والله شوف هذا علشان خذوا فلوسه وكملوا هايتين ال 95 ولحد الان كل شيء ماكو. ايه قالوا راح يبلطوني وخذناه هايتين وجت. ايه كل شيء ماكو بعد. وانت عندك رعايه عندك تقاعد؟ لو اي عندي رعايه. عندك رعايه؟ اي قد الرعايه مالتك؟ تقاعد عندي تقاعد كامل مو رعايه. تقاعد؟ اي من زمان معوق. انا معوق معوق اثنين رجلي بلاتين. الله يحفظك. الله يحفظك دايم. اي وقاعدين على باب الله هنا. قد التقاعد مالتك؟ صار 600 الا 5. تفضل نعمه من الله. نعم الله. قاعد ايجار له ملوك؟ لا لا عندي ملك. ملوك؟ ايوه الحمد لله. من الضوء تجي تقعد هنا؟ ايش اسوي؟ وين اروح؟ بتعب لي ربعه وارتاح حاسب لك. صحة وعافية حبيبي. الله يوفقك. جميعا ان شاء الله. الله يوفقك. السوق شلون يا حجي هنا حركة السوق؟ والله هو السوق ما اعرف احنا قاعدين ما نعرف السوق شكو بيه ماكو بيه. كله زين نوبات تشتغل لين براش شعب شهر يوقف. شعب شهر يوقف؟ يوقف انت راس شهر لا يمشي ان شاء الله. ايه. ان شاء الله الرواتب نزلت؟ اي نزلت الرواتب بس راح يبدا من 24 25 26 تبدا حركة السوق؟ اي لحد الستة انت ستة بالشهر. يموت السوق؟ اي. الله يرزقكم حجي. الله يوفقك. الله يحفظك. هلا بكم مرحبا. هلا بي. طبعا وياكم مشاهدينا الكرام مستمرين بمنطقة حي الجهاد واكيد هذا هو السوق اللي موجود بمنطقة حي الجهاد واحنا بنوصل
صوت المواطن، ومثل ما تعرفون هذا هو. خلينا نشوف هنا. السلام عليكم. سلام، شلونك؟ شلون الاخبار؟ اهلا وسهلا. شلون السوق؟ والله على الله. زين؟ الحمد لله. هاي بسطيتك؟ اي. صار لك ايش قد هنا؟ 30 سنة. 30 سنة، هذا مكانك لو متجول؟ اي هنا هذا مكاني. يعني هذا مكانك؟ اي. يعني بيا سنة انت هنا؟ اني من 91. 91 انت هنا؟ اي. ايش قد عمرك؟ مواليد 84. العمر كله. الله يسلمك. ما عندك وظيفة ولا تعليم ولا اي شيء؟ ماكوش. يعني بال 91 هاي كانت كلها بسطيات؟ بسطيات. بزمن صدام حسين كانت عادي بسطيات، يجي البلدية تروح. ايه. من تروح البلدية يرجعون. زين. اي هاي. وهسه؟ نفس الحالة. على هالرنة. اي هاي دفع عربانة هاي، يعني من عزلة اخذها انا واديها ضمها. ما اخلي شيء وراي. ضمها؟ ضمها اي. زين. والصبح اجيبها احطها هنا. ما حد اجاك اذاك؟ لا 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 ما له، ما ظل متحركة، ما لهم شغلة بيها. حلو. اي. شلون المسواق؟ الكراسات هاي مين تجيب؟ من السوق، من الشارجة. من الشارجة. رخيصة لهم غلة؟ والله غالية. ويا الدولار. ويا من؟ ويا الدولار. يحكي اي يحكي لك بالدولار، يقول لك والله انا جايبها بالدولار. كراسات بالدولار؟ اي يقول لك شلون جايبها؟ كلها استيراد ترى. كلها استيراد، ما عندنا احنا. ما لا كلها استيراد، كلها استيراد. استيراد عندك هذا اوكراني، عندك هذا امريكي، عندك هذاك فنلندي. عندك هذاك امريكي. أيه؟ كل السيارات ماكو عندنا احنا قرزات. قرزاتنا تعبانه. ليش؟ مال العراق تعبانه. ليش تعبانه مال العراق؟ تعبانه ما موشي. عندك هسه هذا الحب شمس درجه اولى. هذا فنلندي. العراقي كله فارغ وموشي. مع الاسف. اي. الكرزات كان يضرب بها مثل. اي قبل مو هسه ماكو لا مي لا هاي من يزقيها؟ وين الفلاريح؟ كلها سواها عماير وسكنات. صحيح؟ والله عمي حكم. الله يسلمك. حكم، الله يزيدك ان شاء الله. الله يسلمك. حياك الله. حبيبي. مرحبا. طبعا الكرزات قبل كانت الكرزات كلها عراقية، هسه حتى الكرزات صارت مستوردة وجابكم يجيبوها مثل ما قال من الدول المجاورة للعراق وللبلد، وهذا اللي قاعد تشوفوه. كل شيء صار عندنا بالعراق مستورد. يا بس السلام عليكم. حبيبي عليكم السلام. شلونك؟ الله يسلمك. الله يحفظك. الله يخليك. اي نعم. صار لك ايش قد انت هنا؟ والله صار لي 8 سنوات. 8 سنوات. شلون السوق؟ شلون حركه السوق؟ والله حركه السوق هي هسه حاليا المدارس تعرف يعني كانت ومحرم، فهي مواسم يعني السوق مو اي يعني نوعا ما زينه. زينه. مرضية يعني المحلات. تبيعون بالدولار لو بدينار العراقي؟ والله حاليا كله بدينار العراقي. شلون؟ لا لا هسه كله حاليا بالدينار العراقي. شلون القدرة الشرائية بالسوق؟ والله هسه حاليا ضعيفة، قلت لك موسم مدرسة يعني العالم منتهية يعني بالمدارس. موسم مدرسة الناس تجي تشتري. اي لا هي مدرسة بدت لا هي بدت المدارس. قبلها كان هو موسم مدرسة فانتهى الموسم، هسه يعني العالم بلشت بالدوام والمدارس فيعني هذا. حق الجهاز هذا السوق كان يروش. والله هو قلت لك يعني تدري ان هي موسم مال المدرسه صار يعني دوام اسعوفها دوام دوام قصدي يعني الدوام صار دوام مال المدارس، فلهذا العالم كلها بالبيوت وتدرس يعني اطفالها اللي عندها جهال اللي عندها هذه. نعم الله يجزيكم. حبيبي 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 انسلم حبيبي. حياك الله. حياك الله. هذا سوق حي الجهال ومثل ما تشوفوا يابا. شلون الصحه؟ الله يخليك. شلون الامور؟ زينه؟ الله يخليك. شلونك حجينا؟ خليك. شلون الاخبار؟ شلون خلي التليفون باو على السمر. شلونك؟ شلونك يا ابو؟ على الله الحمد لله. شلون شلونك؟ والله الحمد لله. زين؟ ويا ويا. صار لك ايش قد هنا حددتك؟ ويا صار لي من ورا تقريبا من ورا السقوط. هذا مكانك؟ ايه. يمتي؟ ايه. ما تغير؟ لا لا ما غير. ليش ما تغير؟ ما غير. ليش؟ وين اروح؟ ماكو حسب الامكانيه. ايه؟ ايه. ما عندك لا رعاية لا تقاعد؟ عندي رعاية بس 173 حلقة. شو تسوي لك؟ اي قاعد ايجار؟ اي وتتداين فوقها؟ اي قد ايجارك؟ يعني اي اول مولدة تصير 500. 500 بين ساعة تجي تفتح بين ساعة تروح للبيت؟ انا اقول لك اروح للبيت بالعشرة ونص بالدعش بالليل. قطع يعني 15 20 مو شرط نوبات 10. اولاد عندك؟ ايه. كم طفل عندك؟ اثنين.
طلاب مدرسه؟ لا 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 مو بطلهم ما صحتهم بالمدرسه. واحد ما يقدر فيه رجليه معتلقه اثنيناتهم ما يقدر يمشي؟ يعني سويت اللي اقدر عليه. اي وانت حجي خير مريض خير؟ اي اي هاي ثاني لقاءني يا كبير. انا رجلي فد مال ساعه مو قلت لك بوقتها سمنه؟ لا مو سمنه، عدل التهاب بالدوالي فعمليتي مكلفه. قد عمليتك؟ 3 ملايين. 3 ملايين؟ اي. ولا مستشفيات الحكوميه تقصوا بها؟ ماكو مو قلت لك انت جيتني فتره. زين هسه دقيقه، المستشفيات الحكوميه ما تستقبلك؟ لا لا. شو يقولوا لك؟ بالليزر، ماكو مستشفى حكومه بالليزر. يعني لازم ليزر؟ الا ليزر. لان عندي سكر وضغط عندي فالعمليه ما تفيد. العمليه ما تفيد؟ لا. لازم لي. اي مو رحت على اخصائي بالحرثيه. ايش؟ اي قال عندك التهاب بال 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 بالمفاصل وبالدوالي فيراد الا عمليه ليزر. اي تكلف كلتك يعني هي والفحوصات كلها ثلاثه. وانت ما عندك ثاني؟ ماكو واحد ياكل عليه ولا مو عليه. قابل نكذب ونقول. زين. احنا حنتصل لك هسه. ايه. باعلام مستشفى مدينه الطب. حم الله هادي. شوف شنو الاجراء. الله كريم. بس دلل. حنتصل لك باستاذ واثق الجابري ونشوف شنو اللي يقدرون يسووا لك اياه. الله كريم. شو اسمك انت حجي؟ علي حسين. ايش قد رقمك حجي؟ حافظه؟ لا. طلع لي رقمك. حتى بكت الله مناشدتك نوصلها. لك الله. وبكت الله يصير لك حل. الله يرحم الراحمين. سنتصل لك وما يكون خاطرك كله طيب بس كل واحد نعدهم يجاوبنا حتى يكون اكو حل. ايش قد رقمك؟ 077 هذا. يرد رد رد. 0773-617-7514. ان شاء الله خير. رحم الله. نسوي لك حل. رحم الله والديك. ممنون ممنون ممنون. الله محييك. هلا غالي. حياك الله. طبعا احنا اتصلنا على الجهات المختصه بصحة بغداد الكرخ دكتور وائل الكبيسي واستاذ واثق الجابري اعلام مدينة الطب حتى بلكت انه صار اكو فد حل صار اكو فد مناشدة لهم لكن جزء العمل يربطهم بهذا الموضوع ونشوف. يا السلام عليكم. السلام عليكم. ايتم ما حبيكم يسلم؟ شلونك؟ طبعا مشاهدينا الكرام اكيد احنا وياكم وهذا هو السوق اللي منطقه حي الجهاد. شلونك حجي؟ اهلا وسهلا. شلون صحة؟ يا هلا بيك. شلون الاخبار؟ حياكم الله. الامور شلون؟ الله يستر عليك. رحم الله والديك. شلون الوضع؟ طلع حجي على الكاميرا. شلون والله الوضع؟ والله الوضع متعلم. الوضع مخربط. ليش؟ والله شو ماكو لا رواتب لا شيء. ما عندك راتب؟ لا عندي بس ناقوط الحب. شلون ناقوط الحب؟ يعني ما يطول بسهوله. ايش قد راتبك انت حجي؟ راتبي 500. ايه وليش يعطوك اياهم قوط الحب؟ انت متقاعد غير؟ ايه متقاعد معوق مع الحرب. ايه انت تقول يعطوني اياهم قوط الحب. اي نعم. شنو ينقصطوه لك؟ لا مو قصدوه هو يعطونهن بس انا اقول لك يعني بالقوه. بالقوه؟ ايه على الكيكارت غير؟ اي لا ليش بالقوه؟ اي زر راتبك تستلمه. اي فعلا يعني بس مو ذاك الراتب اللي نريده يعني ما يكفي. عندنا عوائل عندنا امور عندنا شغلات. ايش قد يعني ايش قد يعني برايك يكون راتبك؟ والله راتبي هسه خلي يسووا 700 800. اي هم زين تقريبا. انت قاعد ايجار؟ لا ملك. ملك؟ اي الحمد وين لله. وين قاعد؟ حي الجهاد. شلون حي الجهاد خدماته؟ لا لا زين. زينه؟ اي الحمد لله. كلها حي الجهاد؟ اي نعم. نعمه. نعمه. اي الحمد لله. الحمد لله وشكر انت قاعد ملك نعمه. اي الحمد لله. هاي بس بس شنو مشتمل تعبان بس يعني على قد الحال. الحمد لله وشكر مو ماكو سقف. اي الحمد لله. اي الحمد لله. هذا فضل من الله. اي الحمد لله. حياك الله حجي. الله يهديك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يستر. ويحفظك. هاي
هاي طبعا باعوا مشاهدين الكرام، باعوا يا وزارة الكهرباء. شوف الوايرات اللي موجودة ما شاء الله هنا، اللي التشطيلات اللي موجودة والوايرات اللي واقعة وغيرها. وزارة الكهرباء شنو مسؤوليتها بها؟ مسؤولية وزارة الكهرباء شنية؟ وزارة الكهرباء فقط اسم، فقط اسم وتاخذون رواتب زين. طلعوا هاي شنو هاي؟ يعني هاي بالشتاء اذا مطرت الدنيا يا ستار يا حافظ، يا ستار يا حافظ اذا مطرت الدنيا. طلعوا اشتغلوا شوفوا ايش يصير. يعني هاي الوايرات اللي موجوده اللي واقعه، الشتاء على الابواب اذا مطرت الدنيا يا ستار، شوفوا الحوادث اللي تصير. لكن ما اعرف شنو دور وزاره الكهرباء، شنو دور الوزارات بشكل عام، ما اعرف. شلونك حجينا؟ شلون صحة؟ الله يسلمك حفظك يسلمك. شاي؟ اي سالم. شلونك حجينا؟ الله يسلمك يسلمك. قد هنا انت؟ بدك 30 سنة. 30 سنة هذا مكانك؟ اي. ما تغير؟ لا لا. يعني انت قديم هنا معروف؟ اي. وشلون الشاي مالتك؟ ان شاء الله زين، العالم تشهد. شو تقول العالم؟ علم تشهد اقول لك، مو انا احكي. شلون ساكن حجي؟ نعم حي الجهاد. حي الجهاد؟ اي. ولا بحي الجهاد؟ ها بالامانة. بالامانة. اي. انت ما عندك لا تقاعد لا راتب؟ لا ماكو، كل شيء ماكو. وعندي وليد مهندس طبيب متخرج ماكو تعيين، وعندي بنيه ماجستير تاريخ ماكو. ماجستير تاريخ ماكو تعيين. هاي الوزارات وهاي الحكومات الجوي ما يقول لهم حل. يعني هذا عندي ابني ماجستير طبيب هندسه طبيه ماكو تعيين، يقول لك ما عندنا، ما عندنا تعيين. ليش؟ خرجوا ياسن واحد العام ووحده همين اول عام زين، يعني ماكو صورة حال ماكو لهم. يعني هاي الشباب خطايا التعيينات، سد الكليات قولوا علم ماكو بالعراق، انسى العلم بالعراق حتى لا حد يتعب. بس انا دمدق قلبي صارف عليهم في سبيل اوصلهم هيك مراحل وماكو. واحدة دار معلمات هم انا قاعدة كل شيء ما. يعني عندك ولدين ولد وبنيتين؟ اي زين. كل شيء ما ما اي ودار معلمات زين، كل شيء ما لقيت بالحياه من هالدوله. ليش؟ يعني احنا بحزب كانوا يشوفونا تعيين معك، ما عندنا لا احزاب لا عندنا شهداء. يعني شلون نموت؟ نهج من العراق؟ خلي يقولون ماكو تعليم بالعراق، ينسون العراق، ينسى الكليات، يسدون الكليات. ليش يخلون فلوس من الفاتحيه؟ كلهم ذول الكليات دعمتهم الاحزاب، وكلها تاخذ فلوس من ذول الفقراء. الكليات الاهليه. الاهليه وحتى لا حكوميه. همينا يعاملوهم غير معاملة، يعني غير شكل. احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى للحكومة يغيرون شيء بالشعب، مو الشعب يجي يغيرهم، هم يغيرون شيء بالشعب حتى يبقى لهم بصمة، بصمة خير مو بصمة عار على الدولة. هاي بصمة عار على الدولة. من يقول لك يطلع واحد مسؤول يقول لك ماكو تعيينات، انسوا التعيينات. ليش تتعلمون من صف اول ابتدائي؟ سدوا الكليات، سدوا المدارس من صف اول ابتدائي وكتبوا العراق أصبح جهل بواسطة الحكومات الجاية تقودها. احنا قلبنا وقلبنا وجع، تأذينا حيل، تأذينا من زمن الحكم ذاك الفات والحد العام. ما شفنا شيء بحياتنا زين، ما شفنا شيء بحياتنا زين. هاي المصبوح للي على وقفته وما صار راسي. هذا ابني مهندس طبيب، شوف هذا يشتغل يبيع شاي، هذا هندسة طبية، هذا هندسة طبية، هذا هندسة طبية. اسمه؟ هذا اسمه خضر علي عبد الحسين. خضر علي عبد الحسين. شوف خضر. خضر شلونك حبيبي؟ تعال امي تعال تعال. يعني هذا الله يقبل؟ تعال. هذا مستوى العلم للعراق صار؟ شلونك حبيبي؟ الله يبيك يسلمك. شنو؟ هندسة طبية. هندسة 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 طبية. ياسين تخرجت 22 23. بيع شاي؟ بيع شاي صبح بيع ريوق. صبح بيع ريوق. ايه. درست سويت هاي المرحله كلها هيك. وانا شو اسوي يعني؟ دكاتره مهندسين كلها بالشارع وغيرهم عندهم ما عندهم شايين متعينين عادي. يعني العلم بالعراق انعدم نهائيا، كله ماجستير كله قاعده وساكته، ما عنده شهاده متعين عادي. بس انت خليت يأس قدام هوايه طلبه. اي يعني هو واقع. انا بعد عندي دارس راح افتح لي مشروع. اي واقع. ما هذا ما ادرس. واقع واقع صار واقع واقع واقع. هذا يعني كلها هيك. يعني يتخرج يقعد، يتخرج يقعد، احسن لما احسن لا يدرس يقعد بالبيت احسن، ما يكمل يقعد الشهاده يروح يتعين قبل بسرعه. قدمت على
قدمت ماكو الا عرف واسطه. شو وزاره قدمت؟ كوما وزارات قدمت ماكو. ادفع اربع شدات ثلاثه خمسه نتعين ما عديت؟ لا ايش يقولوا لك؟ اي عادي اربع طنيا هيك اربع عينك ما عندك اربع لا روح الله محمد علي وياك. ناس يعني عرف واسطات اربع شدات خمسه ثلاثه ادفع عينك يعني ما عندك شو تسوي يعني؟ اه تبيع شاي هنا تشتغل ريوك هاي الحمد لله. نطلع مصرف جيبك. الحمد لله. نطلعها. الدراسه يعني راح تبش. حرامات. هاي نبيع شاي هنا أنا خلصت سنين من هنا جيتي ماكو عاد. هذا صمم كمبيوتر جهاز مال. تعال حجي تعال. صمم جهاز مال كمبيوتر مال سنترفيوج. شلون خليك مع عندك؟ جهاز سنترفيوج طورته يشتغل على الطاقه الضوئيه وعلى الطاقه الشمسيه تحكى عند على التليفون. يعني بعد مسافة تقدر أسوي تحلية تقيس مسافات أسوي الدم تفحص الدم كله عن طريق الجهاز عن طريق التليفون التليفون كله. وهذا الجهاز ما طرحته؟ منو بالكلية مشمور ذاكو مشمور بالكلية؟ بالكلية ما أدري بيأس وين يعني شامر بالنفايا شامر بالتلف بعد ما سويته أنت بالكلية هذا الجهاز نعم. قالوا عليه العمادة شنو؟ امتياز ما أخذ عليه امتياز ما رشحوك ما سوى لك لا مون ماكو امتياز ما اخذ بيه وماكو يعني ذاك مشمول جو بالجامعه وما ادري بيه اصلا يعني ما ادري اصلا بيه يعني هسه بس برنامج مالتي موجود جوا بالتليفون عادي الباقي ما ادري بيه جهاز الكتروني طاقه شمسيه خليه ما ادري بيه ايش روح اسال علي ياسر اقول لكم ماكو دوره وتلقى ماكو الله كريم الله كريم تفرش ان شاء الله ان شاء الله حياك الله شلونكم شباب اسجك شلونك حبيبي شخبك تعلمي تعال شلون امورك والله الحمد لله خليك هناك لا تري خليك شخبك طالب لو شنو انا سادس وبطلت ليش سافرت زين سافرت وانت خارج العراق اي مو بقيت سنه ونص وين تركيا زين شنو كانت انت تكتم تروح تركيا شو تسوي اطلع هاجر ليش ماكو مستقبل هنا يعني أنا أصلاً طلعت هناك وطلعت وصلت البلغاريا وصلت اليونان بس من رجعت 14 محالة ولا 15 اللي زمت بيها وسجنوني الأتراك وضبوني على الحدود يعني مثل ما نقول كم مو سجن قد بقت بالكم؟ تقريباً شهر طعنت بالقرار هو 14 يوم أضل بالكم بس أنا مو طلعت بالقرار سوالي ترحيل سوالي ديبور طلع اسمي قبل طلع اسمي من طلع اسمي قبل رحلوني على العراق ضبوني على هنا من إبراهيم الخليل ضبونا على الحدود طوني كتاب رجعوني من دهوك على الموصل من الموصل لبغداد زين اي بس اما امر راح ارجع احاول انا جاي اشتغل انا حتى ارجع اطلع شو اشتغلت هسه محل ماشالات محل ماشالات محل ماشالات ايه وانت قافل ترجع تروح تهج ايش عندنا يعني انا درست سادس وبقتها مية ما جاي ادرس تاهلت هم للدراسه وكملت الدراسه قلت اكمل الدراسه بساعه قبل طلعت يعني قبل صارت السفرة قبل طلعت ما ضليت ايش عندك بالعراق هنا مثلا تطلع هنا انا اصلا عشت سنة ونص هناك رجعت انا جيت مشتي صراحة جيت مشتي جيت هنا تراب لعبان نفيس تباوع هنا زبالة حشا يعني حشا سامع يعني شو شوف عالم هذا صاحب يحكي على فلان هذا فلان يعني ماكو شيء منطقي تبقى الا بي هنا لا دراسة لا شغل لا فد مثلا عندك صنعه حتى لو عندك صنعه تنظلم بيها حتى لو عندك موهبه هم تنظلم بيها هسه ابسط الاحيان هناك حتى لو عندك مهنه بسيطه هناك يعني يخلوك على الراس بس هنا أنا لا مع الاسف لا احنا نقول الحمد لله هاي احنا ابسط الاشياء احنا كان حلمنا شيء طلع شيء ثاني الحمد لله يا رب بعد قلب الطيب طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم ببرنامجنا برنامج اصداء الشارع ونقل الواقع اللي موجود بالشارع العراقي ومثل ما نشوف احنا بمنطقة حي الجهاد لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل برنامجنا برنامج اصداء الشارع واكيد الواقع اللي ننقله لكم بالشارع شلونك يا ابي شلون الصحه هلا وين شلون الامور هلا وين هلا حجي هلا وين شلون الاخبار هلا وين
صحتك شلونها؟ والله نسأل الله لكم ولنا الخير والحمد. وشكرا. آمين يا رب العباد، آمين. شو قاعد هنا حجي ليش؟ والله قاعد تشرب شاي. شلون الشاي؟ طيب. طيب؟ وين ساكن أنت حجي؟ حي جهاد. حي جهاد؟ 43 سنة صار لي. 43 سنة؟ إي. حي جهاد قبل لو هسه؟ كانت أحسن؟ دائما هي الانسان دائما يمر بمراحل، هاي المراحل يشوف فيها ناس زينه، ناس مثل بوشك طيبه، ناس مستوى احسن، بس عموما الناس زينه، عموما الناس زينه، ونسال الله الخير الى الكل يا عم الكل. خدماته شلون؟ خدماته جيده والحمد لله، ولكن تحتاج هاي المنطقة الخمسة وتسعين ايه؟ شوية تبليطها مو زين، زين ايه يحتاج إلى تبليط يحتاج. زين انت متقاعد حجي؟ متقاعد. قد راتبك؟ 500. الحمد لله. قاعد إيجار ملوك؟ لا ملكي. ملكك؟ ايه الحمد لله وشكرا. نحمد الله. محتاج شيابة؟ محتاج سلامتكم، والله يستر على هذا البلد ويستر على الأئمة المعصومين و علي وقائدنا علي ستان. الله يحفظك يا ابو. الله يحفظكم. الله يحفظكم. حياك الله. حياك الله. طبعا هاي مشاهدينا الكرام احنا وياكم مستمرين ببرد. السلام عليكم، شلون صحه؟ خلج يمكم شلون صحه؟ تعال تعال هناك دهن وحاره وملتهي، شلونكم؟ الله يسلمك بخير. شلون السوق؟ شلون الوضع؟ والله الحمد لله بخير الحمد لله. شلون حركه السوق؟ يعني ماشي الحمد لله. زينه 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 الحمد لله. ها والله. من حي الجهاد؟ حي الجهاد. صار كذا بحي الجهاد؟ صار من زمان من اجداد اجدادنا. قاعد اجداد اجداد؟ ايه. محلك انت شنو شكل؟ لا احنا عامل اشتغل ويا صاحبي. عامل؟ ايه عامل. ايه ايش قد يوم انت؟ 25. نعمة. الحمد لله. بأي ساعة تفتحون؟ 10 الصبح؟ 10 الصبح اي. الى وين تبقى؟ 11 كامل؟ لا نص، انا يجب 12. 12 الظهر؟ 12 الظهري. تبقى؟ 11 بالليل. الهمبرجر مالكم لحم عراقي لو مستورد؟ مستورد اسلامي. اسلامي مستورد. بيش اللفه هناك؟ ثلاثة. ثلاثة. والعراقي ما صرف لكم؟ العراقي نعم، ما حد شويه غال، ما حد ياخذون يعني، فهو هذا اسلامي يعني كل هسه ماشي اسلامي. زين. مستوردين. الحمد لله. الله يزيد. الله يسلمك. ويرزقكم. تاج الراس. كفو منك على راسك. حياكم الله. حياكم الله. شلونك؟ تعال تعال منه تعال. تعال. شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله. انت هم عامل؟ اي. انت من وين؟ ها شو بيك؟ شنو؟ ما تدري منطقتك وين؟ ايه راكي. بنغلاديش؟ باكستان. ها انت بك تعال وصلت. وصلت يمي يا ريحان. هي المشكلة. وصلت، انت باكستاني؟ ايه باكستاني. صار لك ايش قد هنا بالعراق؟ سنة كامل. سنة كامل؟ اي. سنة كامل، انت هنا تشتغل لو كنت وين؟ هنا اشتغل اي. صار لك سنة كامل هنا؟ زين، ايش قد انت يعطوك راتب؟ حبر 4 وراك. وسكن هنا عليهم؟ اي حبيبي. مرتاح هنا؟ اي مرتاح. نحتاج شيء؟ لا حبيبي سلامتك. طيبين انتو؟ انت طيب. ربي يحفظكم. انت طيب. اهم شيء رايح، اهم شيء رايحان ما يحكي علي. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. هاي وعدنا وياكم مشاهدينا الكرام، واكيد لنقل الواقع اللي موجود بالشارع. السلام عليكم، شلونك حجي؟ اقعد يمك لو لا؟ حياك. خليك انا قاعد يمك. شلونك حجي؟ انا كامر راي. هلا وسهلا بك وبالمهلي. الله يحفظك حجي. هاي مو زينه عليك يا دبينا. ها هاي قدام الكاميرا دبيتها. باليوم ايش قد تدخن؟ باكيتين. باليوم باكيتين تدخن حجي؟ اي اي. سكر وقلب وضغط والامراض كلها. اي شو تسوي؟ هاي قهر. ليش قهر هواي؟ من شنو مقهور؟ الحياه صعبه. منا نتواني ماته. نسوانك؟ ايه اثنين. اثنين؟ ايه ايه. مش موتهم؟ مريضات ضيعت اداريهم 3 سنين وماتهم. الله يرحمهم. رحم والديك. وعندك جهال؟ لا والله ما عندي جهال. ما عندك لا من الاولى ولا من الثانية؟ كل واحدة ولد. يعني عندك؟ اي كل واحدة ولد. اي وش يشتغلون؟ والله واحد حداد ولاك معاون طبي. معاون طبي؟ ايه. شلون هم وياك؟ كل زينين. انت قاعد ايجار لو ملك حجي؟ والله لا ملك ولا اجار. لا ملك ولا اجار. مال اهل المراه طونا اياهم هبه. نعمه. الحمد لله. هي توفت خطيه وابوها أه. توفى وامها توفت واخوتها توفوا كلهم. صار البيت لك. لابنها. ايه. ايه المهند. وانت قاعد حجي راتب متقاعد؟ متقاعد والله.
قد خدمتك انت؟ انا 31. ايش قد راتب التقاعد مالتك؟ 600. تحسها هواي لو قليله زينه مو زينه؟ والله الضغط صار هواي على الزيادات والقنوات تنشر والانترنت ينشر وماكو زياده. يقول لكم اكو زياده؟ يقولون اكو زياده وماكو زياده واكو قطع اراضيهم راح يعطوكم. كل شيء ماكو والله. احنا الشبر ما شايفين. شنو شبر؟ شبر قاع ما مطينا. ليش؟ وين؟ قبل كانوا ينطون. انت قاعد تحكي على القبل ولا تحكي على هسه؟ على القبل. قبل هسه هم ينطون. يسجلون وماكو فايده. شو تسجيل؟ يسجلون وماكو فايده. يعني ماكو. يعني ماكو. اي ماكو. قالوا المتقاعدين وسجلوهم وماكو. الله يحفظك. الله يخليك. راح نرحب بقناتكم. شلون حجي؟ قناتكم المفضلة، قناة سامراء، احنا دائما نتابعها يعني حلوة. أنت الأحلى. الله يخليك. وكرمك وطيبك. هلا أبو ملاك. حياك الله عمي. الله يخليك. حياك الله. بارك الله فيك. هلا بيك، هلا بيك عمي. شلونك يا بطل؟ تعال. شلونك؟ زين. شو أخبارك؟ الحمد لله. هاي مالتك؟ إيه. شيلها جيبها. تبيع شاي؟ إيه. تبي أصف؟ خامس. وشلونك بالخامس؟ زين. زين؟ شاطر؟ ايه. انت وين ساكن حبيبي؟ حي الفرات. حي الفرات. ايه. شو يشتغل ابوك؟ قاعد. قاعد بالبيت؟ ايه. ما يشتغل اي شيء؟ مرات يشتغل مرات ما يشتغل. ايه؟ ايه. وانت بيسعة تطلع للشغل؟ بالخامسة. وبيسعة ترجع للبيت؟ هسه حرجع. هسه ترجع؟ ايه. شلون الشغل؟ زين. تحبون الشاي مالتك؟ ما ايه. شايك اطيب؟ لو الشاي اللي هناك اطيب؟ ما ادري. انت شو تقول؟ ما انت شو تقول؟ الشاي منه لو منك؟ منك. زين تعال 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 دي تعال. السلام عليكم. تعال حجينا. يعني هسه احنا نريد نعرف ايش قد تطلع يوميه؟ 10. 10,000 يوميه؟ هاي تعطيها للبيت لو الك لو شو؟ للبيت. كلها للبيت؟ اي. كم نفر بالبيت؟ خمسه. خمس نفرات؟ اي. كلكم طلاب مدرسه؟ اي. شاطرين؟ اي. اكيد. اكيد. طاقم كتب كامله بالمدرسه؟ اي. كلها جديده؟ كلها. لو مستعمله منه ومنه؟ لا جديده. كلها جديده؟ اي. يلا شد حيلك حبيبي. اوكي. تي شي؟ لا سلام. هلا بالبطل، هلا بالبطل. طبعا مشاهدينا الكرام، اني اشجع بعض من هاي الشباب الصغار، يقول لك اني ادرس واشتغل. ادرس واشتغل. ويقول له شفته يعني هو شاطر ما شاء الله. اكثر الشباب موجودين. ها حبيبي. انا شو اسمه؟ اسمها سامراء. سامراء. قناه سامراء. التلفزيون يعني تطلع؟ التلفزيون يعني اسمها قناه سامراء الفضائيه. هاي. مو؟ هاي. طالب؟ اي طالب. ياسر. ثالث. شلون بالدراسه؟ يعني بعدنا استونا بادين دراسه. بس انا زين. الثاني هم زينه. انت زين؟ اي. انا المفروض رابع. اخ خضرمت؟ لا لا بطلت. صارت عندي مشكلة وبطلت. مشكلة؟ اي. وبطلت؟ اي. مشكلة بالبيت اكيد. اي. زين طاقم كتب؟ استلمت كتب؟ اي استلمنا. كلها جديدة؟ طبعا 21 و22 بس جديدات. جديدات؟ اي. شلون المدرسة مالتكم؟ الحمد لله زينة. يعني البنى التحتية مالتها زينة. بناية زينة؟ زينة البناية. الحمد لله وشكر. طلاب زينين. طلب زينين؟ اي. ولا ساتذة؟ ساتذة هم نفس الشيء. حبيبي. شكرا حبيبي. بعدنا وياكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم. شلون صحة؟ شلون الامور؟ بارك الله. حياك الله. حياك الله. حي الجهاد؟ نعم. شلون حي الجهاد؟ نعمة فضيلة. خدماتها؟ خدماتها لا. يعني لا. زينة لو لا؟ لا زينة. لا لا محتاجة. محتاجة بس هي البلدية تشتغل بس ككادر بلدية الرشيد اذا اريد اقارنه بكادر بلدية المنصور اكو فرق. زين. هل اكو هنا فرق بالكثافة السكانية؟ ما اعرف بصراحة، انا اختصاصي. فبس المناطق لا هواي تحتاج خدمات. انا اشوف شارع عام كمنطقة. لا لا انت هذا الشارع العام احكي لي ما خلف الشوارع. ما خفية كان اعظم. لا هي شوف هي ما قاعد انتقد انه حالة سلبية، بس ككادر بلدية الرشيد اعتقد غير متمكن من اداره هاي المناطق اللي عليه. ليش غير متمكن؟ ما اعرف هاي. يعني شو تتوقع؟ موظفين يعني ككوادر
لا آليات أعتقد ما متوفرة بصورة كافية. زين. بس كشغل لا يشتغلون العالم. بس أقول لك كإمكانية ما أعتقد عندهم الإمكانية. اللي تغطي المناطق لأن الرشيد مخوم عليه بس حي الجهاد. عليها تقريبا كل ناحية الرشيد. من هالباب. يعني من باب الإنصاف واحد يحكي. قادر يشتغل. بس قول لي هو قادر أن يغطي كل هاي الخدمات؟ ما أعتقد. هذا كل ما أدري. شلون القدرة الشرائية؟ نعمة فضيلة. زينة؟ نوعا ما. نوعا ما. نوعا ما. أكو ركود؟ لا. لا. ماكو؟ يعني حتى إذا راد يريد يصير ركود نقول ينزل للمستوى المتوسط. الحمد لله. أيه الحمد لله. اشتغل هنا؟ نعم. الله يرزقكم عامل جميع ومالك جميع جميع الجميع موظف هنا موظف هنا نعم الله يرزقكم حبيبي يرزق الجميع حبيبي حياك الله يا يعني نية مرحبا حبيبي مشاهدين الكرام مثل ما تشوفون احنا اتجولنا وشفتوا منطقة حي الجهاد وشفتوا الناس اللي حكوا واللي ناشدوا واللي طلبوا واللي رادوا وارجع واكرر وحقولها بكل برنامج اتمنى يكون اكو تعاون من باقي الدوائر والوزارات حتى توصلون صوت الناس أو تستقبلون صوت الناس العفو تستقبلون صوت الناس ومناشدات الناس لحل هاي المشاكل احنا مو نريد بالإعلام فقط تطلعون احنا سوينا واحنا قدمنا واحنا خلينا لا لا احنا ما نريد بس إعلام ما نريد بس شو ضجة اكو فد شيء نريد قول وفعل بهذا الموضوع قولوا فعل بهذا الموضوع انه تقدمون كل شيء للمواطن العراقي، المواطن العراقي والشعب العراقي الذي يعيش برفاهيه. قدموا هاي الرفاهيه للناس. حلوا مشاكلهم. انا خطاب القصاب والمصور ايمن الخالدي واقول لكم في امان الله. كاتلنا البرد. ليش انا ما اخذ ملابس ابيعهم؟ ما عندي. اذا انا مو عراقي لعلين ما اروح؟ انا انقط ملوحه ولكم. وانا العقوله مو منا من الجوع يا خلي منا من الجوع عمي حسبي الله ونعم الوكيل عمي شغلونا راح نموت عم الجوع مرمرنا الجوع دعمنا الجوع وين نروح لعندك يا حكومتنا العراقيه باعوا باعوا باع الناس دي يصير بيها هذا الواقع اللي نقله لكم وتشوفون الماساه